الله نشرح لكم السيرة رقم 36. قبل ما نبداو ما تنساوش تابوناو في الشين كود مارو كاريب اللي على اليوتيوب. هاد السلسلة هذه هي السلسلة رقم 36، خذيتها من أسئلة الامتحان، عطاوها للمترشحين اللي كيدوزو في سيرة التعليم واللي تالي في الشين متابعينا كود مارو كاريب. هادو أسئلة ما كاينينش في باقي السلسلات ديال 30 سلسلة. ان شاء الله انا رسمتها لكم ونحاول نقربكم من الامتحان ونشرح لكم الاسئله ان شاء الله. انا بغيت نبارطاجي معكم هذه الصوره. بالنسبه اللي عندهم مشكل في الكود ما كيتوفقوش فيه ولا اللي ما عندوش الوقت وما كيفهموش، بالنسبه هذا الرقم ديالي غير فقط في مدينه فاس ندير له حصص اضافيه، وبالنسبه اللي عندهم بيرمي وما ساقوش هذه مده طويله ف حتى انا كندير حصص اضافيه للحاصلين على رخصه السياقه بسبب النمره ديالي وفقط في مدينه فاس وشكرا. السؤال رقم 1، واش هاد العلامه كتنهي علامات المتقدمه؟ نعم جواب 1، لا جواب 2. هاد العلامه هي نهايه المنع، اما هذه كتكون هكا بالكحل او بالجري، كتسمى نهاية المنع. نهاية المنع كتنهي جميع علامات المنع بغير الوقوف والتوقف. بحال دابا الا كنا غادي لقينا ممنوع المنبه الصوتي ممنوع نتجاوزو، مور هاد جوج علامات لقينا هاد العلامة نهاية المنع كيتنهى جميع علامات المنع، راه هادوك العلامات اللي دازو تنهاو. اما الا كنا لقينا ممنوع الدوبلو عاوتاني موراها لقينا منوع الوقوف والتوقف وزدنا لقينا هاد نهاية المنع، راه تنهى غير منوع الدوبلاج. الوقوف والتوقف ما كتنهيش هاد العلامة، هاد العلامة كتنهي جميع علامات المنع غير الوقوف والتوقف. الوقوف كينهيه غير ملتقى الطرق. دابا هادو شنو قالوا لنا؟ واش هاد العلامة كتنهي علامات المتقدمة؟ شنو هما العلامات المتقدمة؟ العلامات المتقدمة هما اللي كيكونوا متقدمين قبل الخطر على بعد 50 داخل المدار الحضاري وعلى بعد 150 خارج المدار الحضاري. بالنسبة لهذوك علامات الخطر هما اللي كتسمى علامة متقدمة. هاد العلامات كينهيو غير علامات المنع ما كينهيوش علامات الخطر. اذا نديرو جواب جوج هو الجواب الصحيح. هادو راه اسئلة الامتحان ركزو معاهم. الصورة ما كتكونش بحالهم، هما الجواب راه نفسه. السؤال رقم 2، واش هاد المصاب في وضعية صحيحة للتنفس الاصطناعي؟ نعم جواب 1، لا جواب 2. واش نقوم بالنفخ بمعدل 8 إلى 10 في الدقيقة؟ نعم جواب 3، لا جواب 4. بالنسبة للتنفس الاصطناعي هنايا باش كنعرفو الوضعية الصحيحة راه كنديرو يدينا في الجبهة ديالو وكنطلعو له هاد الدقن ديالو باش كيولي مجرى الهواء. بحال دابا الى دار شي تنفس اصطناعي يدوز له حتى للريه، كتكون هاد العنق مسرح. وديما بالنسبه للمصاب كنبالغ من 12 الى 15 في الدقيقه، وبالنسبه للرضيع الضعف ديال من 12 ل 15 من 24 ل 30. وديما في التنفس الاصطناعي راه ما كنديروا له جوج وكنديروا له 30 مساج كارديال، كنبركوا عليه 30 ضغطة جوج، 30 ضغطة جوج بمعدل 12 إلى 15 في الدقيقة. هنا دايرين لو واش نقوم بنفخ بمعدل 80 إلى 10 في الدقيقة، 8 إلى 10 في الدقيقة، نديروا له لا من 12 إلى 15، هما الوضعية صحيحة. ديما كنديروا جوج 30 مساج كارديال، هادي ما كيسولكمش عليها. هنايا الجواب صحيح هو رقم 1 4. واش كيتبدلوا الصفائح والأقراص مع بعضهم؟ نعم جواب 1، لا جواب 2. بالنسبة لهذا السؤال ما كيتبدلوش مع بعضهم، جواب صحيح هو 2. هالبلاكيت هادو هما الأقراص وهادو هما الصفائح. الصفائح كيتبدلوا دغيا ماشي مقارنة مع الديسك. الديسك الحديد كيطول كيبقى مستمر، هذا اللي كيتبدل الاول وهذا كيبقى مدة مرعاة
قلت له هنايا واش كيتبدل الصفائح والاقراص مع بعضهم؟ لا، هاد الصفائح هي اللي كتبدل الاولى، كتبقى هنا مدة، ماشي نفس الوقت. هنايا هاد اللافتة كتشير الى مجرى ما، جواب واحد، منطقة سياحية، جواب جوج، مكان مسمى، جواب ثلاثة. هنا بالنسبة، هنا دايرين لنا جبل توفال، هنا بالنسبة دايرين لنا جبل توفال، ديما ملي نديرو لكم اسم غابة ولا اسم جبل كنقولوا لهم مكان مسمى. الا تما قالوا لي هنايا كنشوفوا على حسب اللافتة هذه، الا كانوا دايرين لي اسم جبل ولا اسم غابة كنقولوا له مكان مسمى، الا شفنا السمية ديال واد شي حاجة كنقولوا له مجرى ماء، وفوقاش نقولوا منطقة سياحية. مين كتكون دايرين وسط المدينة شي لافتة هكا فيها الأسهم وسط المدينة ولا مخيم، ديك الساعة كيكونوا مآثر سياحية، تقدر تقول له منطقة سياحية. أما هنا من تشوف مجرى ماء تشوف سمية واد، ولا شفتي سمية غابة ولا جبل كتقول له مكان مسمى. إذا أنا الجواب صحيح هو رقم ثلاثة. هنا يمكن للتعب يزيد في وقت استرجاع ما بعد الإبهار، نعم، جواب واحد، لا، جواب جوج، الفترة الزمنية لوقت رد الفعل، نعم، جواب ثلاثة، لا، جواب أربعة. ديما التعب كيزيد في وقت رد الفعل، وقت الفترة الزمنية لوقت رد الفعل، يعني ديما وقت رد الفعل عنده علاقة مع السائق، كل ما كان السائق عيان ولا شارب الدواء ولا مناعش ولا شارب إلى آخره. ديما فترة شنو سميتو الفترة الزمنية لوقت رد الفعل عندها علاقة مع السائق. هنا التعب كيزيد حتى فوق استرجاع ما بعد الإبهار، إلا بهرك شي واحد بدون الطريق راك كتفقد الرؤية دغيا وكترجع لك، أما إلا كنت عيان راك كطول داك الرؤية. هنايا نديروهم جواب صحيح هو واحد ثلاثة. العربة ديالي في عمرها 7 سنين، محترم القانون، نعم، جواب واحد، لا، جواب جوج. هنايا شحال عطينا الورقة؟ الورقة الأولى، الثانية، الثالثة. ديما السيارة من كتفوت 5 سنوات كيوليو عندها 5 ورقات، كيكونوا 4، وكتزاد ورقة اللي هي الفحص التقني، لا فيزي تكنيك. هنايا عندنا غير 3، إذا ما محترمش القانون، ناقصين لي 2 الوراق. في هذا الطريق السيار وابتداء من هذه العلامة يمكن لي السوق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، جواب واحد، ب 120 كيلومتر في الساعة، جواب جوج، 130 كيلومتر في الساعة، جواب ثلاثة. هنايا في هذا السؤال كتبنا أنا في طريق السيار، من كنقول أنا في طريق السيار سرعة محدودة في 120 كيلومتر في الساعة يمكن لي السوق 120 لتحت، ندير جوج وواحد. إذا الجواب صحيح هو 1 و2. هاد العربة غادية في طريق وطنية، جواب واحد، طريق إقليمية، جواب جوج، طريق جهوية، جواب ثلاثة، طريق السيار، جواب أربعة. بالنسبة لطريق وطنية كيكون هنايا مصبوغة بالحمر، إقليمية كتكون إما بالبيض ولا بالزرق فاتح، جهوية كتكون بالصفر. طريق السيار ما كيكون مدخل بداية طريق السيار، ما كتكونش كتعلم بهذا العلم. إذا هنايا نديرو جواب ثلاثة هو الجواب الصحيح. واش هاد السائق على استعداد للسير؟ نعم، جواب واحد، لا، جواب جوج. هنايا المعنى من هاد الصورة هي زعما على السمطة ما دايرهاش، مين كيكون ما داير السمطة راه ما دايرهاش. ديما حنايا مين كنطلعو السيارة ثلاثة الحالات الحاجات كنقدوهم، أول حاجة كنبداو بالوضعية ديال الكرسي، كنقدوها بالرجل بالأمبرياج كتكون مرتاحة، كنعرفو وضعية الكرسي مزيان، كنقدو المراية اليمين واليسر، المراية الداخلية، كنديرو السلطة، وعاد هنايا مازال ما داير السلطة، إذا هنايا الجواب صحيح هو رقم جوج. ما هي الوضعية الصحيحة في السير العادي؟
وضعية رقم واحد جاوب واحد، وضعية رقم جوج جاوب جوج. ديما هنايا دايرينها في السير العادي، السير العادي يرى كنقول انا صاي غادي شاط الطريق، السير العادي راه كنقولو حتى رجلينا حدا لومبرياج حدا الوسيط، ديما كنكونو حاطين حدا لومبرياج. مي كيكون استحان وخصني نبدل مستوى السرعة بالتدريج، راه خصني نكون هنايا حتى فوق لومبرياج. إذا الوضعية الصحيحة هو رقم واحد، يمكن لي السير بسرعة 40 كيلومتر في الساعة جاوب واحد، 70 كيلومتر في الساعة جاوب جوج، 120 كيلومتر في الساعة جاوب ثلاثة. هنايا في طريق السيار السرعة محدودة في 120 كيلومتر في الساعة، هنايا راهم محددين لنا السرعة دايرين لنا ما تفوتش 110، إذا تلغات داك القاعدة 120 في طريق السيارة. إذا يمكن لي نمشي بالـ70، هنايا 40 ما يمكنليش نمشي بيها، لأن العربات البطيئة ما كيدخلوش في طريق السيارة. في طريق السيارة كنمشيو من 60 للفوق، من 60 حتى 120، ملي كيكونوا غاديين من 60 كيمشيو في مسلك التباطؤ، كيمشيو في داك مسلك التباطؤ وكيطلقوا داك الطواو بلا راهم غاديين في مسلك التباطؤ وكيمشيو مبطأ ب60 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة أقل من 60 كيلومتر في الساعة راه ميمكنلكش تمشي في طريق السيارة. إذا الجواب صحيح هو رقم جوج، بسرعة 50 كيلومتر في الساعة واش الطفل أي ترمى خارج السيارة جاوب واحد، واش يتعرض لسقوط جاوب جوج، واش ما يحط له والو جاوب ثلاثة. ديما الطفل بعد ممنوع يركب في المقاعد الأمامية، خصنا إلا بغينا نركبو في المقاعد الأمامية ضروري نديرو له كرسي خاص وما يجيش مشو لهنا، باش داك الايرباك الى ضرب راه يلوحو لهنا. هنا ديما ملي كنطلعو شي رضيع وكنديرو في مقعد خاص وفي هنايا في الامام، راه خصنا نطفيو الايرباك هذاك اللي كتضرب هنايا كتكون، راه خصنا كنكونو ضافينها الى درنا رضيع دايرينو في مقعد خاص، حيت هنايا ممنوع نركبو شي طفل في المقاعد الأمامية اللي كيقل السن ديالو على 10 سنوات. هنايا الطفل هاكي واقف قال لك واش يترمى ولا يوقع ولا ما يوقع له والو، ولا يسقط ولا ما يوقع له والو. هذا ديما أي طفل أرد وكنا غاديين ب50 كيلومتر في الساعة، الطاقة الحركية كتزيد الوزن ديال هاد الطفل. بحال دابا الطفل كان الوزن ديالو 20 كيلو، راه داك 20 كتضرب في 10، ديما الطاقة الحركية كتضرب في 10، داك 20 تضرب في 10 تولي 200 كيلو تضرب من هنا. خا يديرو لك حتى 30 كيلومتر في الساعة تقول له أي ترمى خارج السيارة. إذا الجواب صحيح هو رقم واحد، هات الإشارة كتعلن بوجود ممر ديال السكة الحديدية، نعم جواب واحد، لا جواب جوج، كتمنع التجاوز، نعم جواب ثلاثة، لا جواب أربعة. هاد العلامة كتقول لها علامة عندك طريق ذات أولوية، ما تعطي لا لليمين ولا لليسر، أنت اللي عندك طريق ذات أولوية. إذا ما كتعلنش على السكة الحديدية كتمنع التجاوز، لا هاد العلامة. في ملتقى الطرق ممنوع التجاوز، في ثلاثة الحالات اللي ممنوع فيهم التجاوز ملي يكون عندك الضوء الخضر والسكة الحديدية بالحاجز، وهاد الطريق ذات أولوية. دابا عندنا حنا طريق أولوية ملتقى الطرق ما كتمنعناش التجاوز. إذا هنايا الجواب الصحيح هو جوج أربعة. أثناء السير العادي أنا في المكان المناسب للسير جواب واحد، من الواجب عليا نكون في مسلك أقصى اليمين جواب جوج. ديما في مسلك السير العادي خصني نكون في مسلك اليمين، هنا واجب عليا نكون في مسلك أقصى اليمين. زعما كيقصدو بها هاد حاشية الطريق، هاد حاشية الطريق هادي غير ملي كنخرجو باش كنوقفو ونتوقفو ولا كيسوقو فيها العربات البطيئة بدون محرك. هنايا ما خصهمش يديروا لنا واجب علينا نسوقو نكون في مسلك اقصى اليمين، حيت المسلك هو هذا، خصهم يقولوا لنا على حاشيه الطريق.
هنايا ملي يجيكم هذا السؤال دير جواب واحد هو الجواب الصحيح. هنايا ما خصهمش يديروا لنا المثل، هما اصلا غالطين. الا جاك هذا السؤال راه يجيكم هكا في الامتحان غالطين، هنا ما خصهمش يديروا المسلك. المسلك هو هذا، المسلك هو اللي كيفوت 2.5 متر في العرض ديالو. اذا الجواب الصحيح هو رقم واحد. هاد اللافتة كتشير للطريق في اتجاه واحد. نعم جواب واحد. لا جواب جوج. يمكن لي اسير القدام. نعم جواب ثلاثة. لا جواب اربعة. هاد اللافتة شنو كتقولنا؟ طريق بدون مخرج، طريق ما كتخرجش. ها هي كما كيبانو لنا هنا الدروس ما كتخرجش. يقدر نكون ساكن هنا، يقدر نكون غلط في الطريق ندير نص دورة ونخرج. اذا هاد اللافتة كتشير الطريق اتجاه واحد، لا يمكن لي نمشي، يمكن لي نرجع ندير نص دورة، يمكن لي نسير القدام، يمكن لي الى عطاو لك قال لكم يمكن لي نمشي القدام، يمكن لي نمشي القدام حتى انا بيتي هنايا طلع الدروج. هي هنا واحد الكافي. اذا الجواب الصحيح هو جوج ثلاثة. يمكن لي ندير نص دورة. نعم جواب واحد. لا جواب جوج. واش وجود مسلك واحد؟ نعم جواب ثلاثة. لا جواب اربعة. لا هنا يمين كتكون الطريق عريضة، ها هو مسلك في المستاسيوني وها هو مسلك هذا. وجود مسلك واحد، اذا لا ممكن هنا جوج المسالك. يمكن لي ندير نص دورة، يمكن لي ندير نص دورة ونخرج. اذا الجواب الصحيح هو واحد واربعة. ما هي الوضعية الصحيحة في السير العادي؟ وضعية رقم واحد، وضعية رقم جوج. هنا كما كيبين لنا الطريق خاوية، إذا هذه الوضعية الصحيحة. إذا شتي شي دورة ولا زحام ضروري تكون هذه الوضعية الصحيحة هي رقم جوج. إذا هنا الوضعية رقم واحد. في هذا ملتقى الطرق يمكن لي السير الأمام. نعم جواب واحد. لا جواب جوج. واش إجباري نوقف قبل ما ندوس؟ نعم جواب ثلاثة. لا جواب اربعة. هنا كما دايرين لا انتردي ممنوع نمشيو للقدام. اذا الجواب الصحيح هو رقم جوج. واجب عليا واش اجباري نوقف قبل ما ندوز؟ هنايا العلامة كتقول لا اسبق يا اليمين ولا يسار، الا لقيتي الطريق خاوية كدوز بحذر. هنا هما الخطوط كتوصل حتى لهنا حدا الخط. شوف اليمين ولا يسار لقيتي خاوي كدوز، كدوز انت غير بشوية لقيتي خاوي كدوز، كنتي عامر اجباري عليك الوقوف. اذا هنايا الجواب الصحيح هو جوج اربعة. في هذه الحالة ندوز جواب واحد، نوقف جواب جوج. يمكن لي نبدا بمنبه صوتي. نعم جواب ثلاثة. لا جواب اربعة. هنايا في هذه الحالة دايرين لنا هاد الكلب حاشاكم، ولا كيديروا لنا اما كلب ولا عود. ديما حيوان كنشوفو خصنا نوقفو، ما نضرب له وما يضرب لنا. خصنا نوقف ونبو بمنبه صوتي. لا ممنوع المنبه الصوتي للحيوانات لان ما عندهمش العقل، ما يفهمكش الا كلاكسونيتي عليه غايخلعك، تقدر يهرب لشي سياره وتدخل فيه. بالاحسن المنبه الصوتي ممنوع. اذا هنايا الجواب الصحيح هو رقم جوج اربعة. هنايا في هاد الحالة نوقف جواب واحد، نقسم السرعة جواب جوج، نبقى غادي بنفس السرعة جواب ثلاثة. مما كتبان هاد السيارة ديال رجال الأمن راها كحزات، راها داخلة، راه دارت سيريال وطفا بين كطول الفولا، راه دخلات، راها كتعلن على التجاوز ديالها. ديما خصني نحتفظ بالسرعة إلا كان شي واحد تجاوزني. دابا راه تجاوزات وراه كتزير، إذا خصني نبقى غادي بنفس السرعة. جواب صحيح هو رقم ثلاثة. نتمنى يعجبكم الشرح، ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو وتبارطاجيو. وان شاء الله في السلسلة رقم 37 راني قريب نصوبها. وشكرا.